هاي ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم الفيديو مثل ما قريته بالعنوان، اليوم الفيديو شنو؟ اليوم سعادة اليوم عشر جامعة، اليوم عشر أطفال مسيطرين بالقوة ومتحمسين ومهمين. مثل ما قلنا لكم هسه خلينا نجي نشوف لكم الاطفال، اطفالنا اطفال المستقبل. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين حاول. هلا وسام. علي علي. ايمن ايمن. ايش هالادب، ايش هالاخلاق، ونعمة التربية. بناتي يا بنية، ونعمة التربية. اسمع لك تعال، اللي جاي هاي عسولة وهاي زهورة. زين يقولن نحن زعلانين ما نريد نروح يم ذولاك اخواننا، ذولا يستعون من عندهم. لا تدرون الاخوان صقارين خواتهم. ايمن جانا اليوم ضيف ويانا بالبيت. مشعوذة مريم. هاي هاي وعدنا منه، عدنا مصطفى. مصطفى حسام معروف دولي. حارث. من عرفه من عرفه من عرفه من عرفه. ايش راح نبدي باول خطوه؟ ايش راح نسوي اول خطوه؟ نسوي لنا فالتحدي وراح ناكل وراح نشوف نطلع تمام. هذا ابني الكبير، ابني الكبير اجي بزر ال، لا مو بزر القعدة، عين القرادة، عين القرادة، اي من عين هيك قرادة. هذا اخوكم الكبير، طبعا اختارينا امير انا والسمر اخوهم الكبير، والبنات هناك انا بناتي عاقلات، وسمر همينا اختهم الكبيره، او سمر العاشره يما البرنسيسه. يا هلا يا هلا بالفساتق. فساتق. مثل ما قلت لكم سمر العاشره وامير الاخ الاكبر. مسيطرين ان شاء الله، مسيطرين يما حبيبي، مسيطرين. ماني ها الصوت بيا، حبيبي حبيبي. هسه قدمت لكم هذا التحدي، والتحدي بمغايات، اللي يخرج اخر واحد من هذا المربع شنو؟ هو الفايز. ما اسمع شنو؟ فايز. هو اللي فايز. اكيد انا الفايزه. اخذهم الجميله ما تقعد حتنكتب. يصبروا لان ما في صبر عليه، طالعين على اخوهم الكبير. لا اسمع اسمع شنو، مثل ما صبرت على ابوهم والدي يصبر. البنات عندي، البنات كلش هادئات، البنات كلش هادئات وحلوات. شوف الجمال بابا، شوف الجمال. يما بناتي يا معاوناتي. تاكل جبس؟ تعال تعال اكل جبس حبيبي. ايمن اوه ايمن صبور. ايمن مصطفى اعطيهم اغذيهم بعد، اعطيهم. هاك حبيبي مريم، حط المي. علي مريم. لا 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 لا. اوه اريد تاخذ وما تطلع من الدار. علي مريم. لا تشبيس حبوتي حبيبي، انت تشبيس. تعال كلهم يكابرون، شبعان كلهم يكابرون بالبدايه. حط على الميز، حط على الميز هسه كلهم يجوعون ويجون. تعال هاج. لا 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 لا. حسام زين عصيرين وكبس. اي بابا راح اشغلك بوبجي. تمام بابا. زين بابا طلع كبسين واثنين عصيرات اطلع. والله اخذ ثلاثة عصيرين. اوه اي ما صبور، اي ما صبور شكل. خمس عصائر شبس. انا اللي اربع عصائر وين؟ اربعة اربع عصائر وجبس. اربع عصائر وجبس هاك، هاي ثلاثة اعطي واحد. يلا حبيبي حروسي حبيبي، شبس عصيرين وشبس. يلا
4 اصفر واحد هو اللي صبر هو اللي صبر هو اللي صبر سيجينا ويتحدي حبل فريق الاب وفريق الام طبعا فريق الاب راح ينتصر لا طبعا فريق الام فريق الام انتوا اليوم تفاتون بالشارع واحد مريومه هاي الفايزة عمي هاي الفايزة جاي تشرب عصير ما عليها لا بتحدي ولا بشي شفت الفقرة الأولى اللي سويناها فقرة الصبر وتحدي المربع والتحدي الثاني اللي هو ما منه الحبل أكيد فريق فازت فيه عندين ولسه الثالثة النقطة الثالثة اللي هي الأكل ولسه مش راح نسوي راح نحضر الأكل ما يكملونا من مياه راح تجيب لنا صمون وتقوم نقلي بابا البيبسي عليها ما نعم محتاجة ألف يا رادا روح أسوي شوبينج لما تأخذي لهم مياه شاي بابا هم يحب الشوبينج كل صغار قاعد ياكلين الحلوات مرحبا هلا فستق فستق عشنا هلا بيش الله يخليش انا عيني اثنى الكبيرة هنا انا قاعدة وهاي هذا بس بقول قاعدة حلو هذا مرحبا هلا 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 وهذا حسام اسمع كلام حسام دا ياكلون شبيس هذا حارث هذا حروثي وهذا علي عشان فعزر الجرس علي اي هذا ايمن عفيه هذا ايمن ايمن حبيبنا ايمن وعندنا مصطفى وهذا شنو هذا ابننا الكبير هذا الكبير باكر وراك شغل تطلع عماله بدك تعيشنا يلا ما خطيه خطيه شو بسرعه خطيه ما دا صدق خطيه بعد سوينا اليوم همبرجر ولحمه بعجين وامور يعني على الحاضر تجيني تعاركن وتعاركن اليوم تجيني تساعديني حاسه ظلك يا با يا معوده على كيفك لا تتعاركن هناك لك الله يما طالعة على عماتها ممثله عزيز قصف عشوائي كبير قصف عشوائي يا اخي تحسهم براءة براءة برئين دائما يتهموهم ان هم وكيحين هم مو وكيحين لا شو خارة يباع البراءة طبعا هسه وصلنا لمرحلة الاكل وقت الغداء هسه حاليا طبعا عندنا نفرين ناقصين لان ماكو مكان ما شاء الله خلف الكواليس خلف الكواليس احنا اللي خاف من عينه هاي بنتك الكبيرة ضبيها زين يا باجر هاي ابنك الكبير ما ياكل ابنك ابو الاحمر وكله بيدك وكله بيدك وكله طبعا هذا ابني وصاني كل شيء يستحي فجو طالع يعني على امه الله يسلمك الله يسلمها وهسه بعد ما كملنا الغداء ووصلنا للمرحله الشبه الاخيره اللي هي السرة تحدثني انه راح يتحذرون حزورات ونشوف شنو راح جوابهم يكون يعني نختبر مدة الذكاء الله الله يلا راح نبلش بسرعة جماد بحرف الباء باء حلو عافية حارف حارف فاز بعد بلاستر صحيح بعد جماد في حرف الباء بردة عافية اسم بحرف الميم على السريع مصطفى مهدي عافية صحيح نجي دولة بحرف السين الصين لا سين السودان 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 صحيح سودان سعودية سوريا نبات بحرف الواو ورد ورد
يعني أطفالي الحمد لله طلعوا أذكياء طالعين علي. على أبوهم طالعين. على أخوهم الكبير. لا لا لا. هنا أنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. تدمرنا وتعبنا ومسؤولية كلش كبيرة، والصراحة ما قدرنا نطلعهم برا إلا إن كلش زحمة علينا. ونخاف عليهم. ونخاف عليهم، بس حسام وحارث اللي دول يقولون شغلة. وصل الفيديو 30,000 لايك.